سعادة اللواء أهلا وسهلا بحضرتك، ما الذي قدمته القوات المسلحة الليبية اليوم في محاولة للوصول إلى جثامين أو لإعادة الأمور قليلا إلى سيرتها الأولى؟ أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بكل الأخوة المشاهدين. نتقدم بحر التعازي للشعب المصري الشقيق في ضحايا من الجالية المصرية الذين تم دفنهم اليوم في قراهم في مدينة مصر، وقل لهم هذا ما قدر الله وهذا ما فعله بعثه بنا الطبيعة، أن لله وإني إليه راجعون. جهود القوات المسلحة لازالت مستمرة، لازالت تدفع بمزيد من الوحدات، وخاصة في مجموعات القوات الجوية بالاشتراك مع طيران القوات الجوية المصرية والقوات الجوية الجزائرية. الطيران العمودي هنا وقفت اليوم، تم مسح المنطقة بالكامل، يتم التصوير الجوي، يتم البحث والإنقاذ، يتم الانتشال الجثث في المناطق الصعبة بواسطة الطيران، كذلك الأفراد المشاة داخل مدينة درنة وفي كل المناطق المنكوبة يعملون بجد ويعملون على مدار الساعة لتسريع عمليات البحث والإنقاذ والانتشال. كذلك تمكنت اليوم إحدى وحداتنا العسكرية من إيصال الإمدادات والمعونة والمعان اللازمة لمدينة سوسة التي كانت منقطعة تماما نظرا لانتهاء كل الطرق، تم تدميرها، ولكن الحمد لله اليوم بعد إصلاح جزء من الطرق توصلنا إلى نقل ما يلزم لمدينة سوسة. كل المواطنين الليبيين في شرق ليبيا تقريبا الذين تحدثوا في إفادات وشهادات جرى تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كانوا يعولون وبالدرجة الأولى على قدرات الجيش الليبي، وأنه تقريبا الجهة الوحيدة التي تمتلك مددا لوجستيا وذراعا طولا يمكن لها أن تصل إلى هذه المناطق وتحاول أن تعيد تأهيل بعض المناطق المتضررة. هل قطعتم أي خطوات في هذا الإطار؟ الطرق بالكامل التي دمرت أو ابتلعت جراء هذه الكارثة سد الوقت؟ نحن من الساعة الأولى بدأنا في بداية امتصاص الصدمة، سواء عند المواطن سواء في الرأي العام سواء حتى عند جنودنا. يعني الأمر يعني فقدنا في اليوم الأول أكثر من 80 ضابط وضابط صف في عملية في الإنقاذ، وبعد ذلك بدأنا في تنظيم أوراقنا من جديد وبدأنا في العمل بأكثر ضابط وأكثر حرفية بالأوامر العسكرية وبالثبات حقا. فهذا الأمر كان فعلا ممتاز جدا. التطورات الجديدة، أول تفكير فكرنا فيه هو إصلاح الطرق المواصلات، واستعملنا في بعض المناطق التي يمكن استخدام الجسور المتحركة خاصة بالدروع، قمنا بترميم بعض السدود حتى تمكننا من إدخال الآليات إلى المناطق المنكوبة في مدينة درنة. كذلك بعد ما تحسنت الأحوال الجوية و انتهت الرياح الشديدة قمنا بإدخال الطائرات المروحية. النقطة الثانية، نسقنا الإقامات ومناطق الإيواء في جميع المنطقة من طبرق إلى بنغازي، فتحنا فنادق، فتحنا منتجات سياحية، فأنشأنا مراكز مؤقتة، وفرنا كل جل الخدمات الإنسانية والمتطلبات الإنسانية. كذلك كان تنسيق سيد القائد العام قوات المسلحة مع السيد رئيس أركان الجيش المصري سيد أسامة عسكر، تنسيق وثيق حيث أعطاها الموقف، أعطاها شيء الأشياء المستعجلة أو المتطلبات المستعجلة، أعطاها الموقف بشكل جيد، والجيش المصري بشكل سريع وبشكل فعال واستجابة سريعة جدا أرسل كل ما يلزم حسب ترتيب وأوليات المتطلبات التي تم الاتفاق عليها. ما التأثيرات التي حملها هذا التدخل وأنت تقول أن هناك تقديرا كاملا للموقف جرى تقديمه من قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر لرئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر؟ ما الذي تغير مع تنسيق هذه الاستجابات وسرعتها؟ بالتأكيد هو الإمكانيات المصرية إمكانيات عظيمة، إمكانيات الجيش المصري إمكانيات عظيمة، كذلك تقييم الواقع، تقييم الحدث. يعني السيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أمر أو تعرضوا لشيء ضخم، يعني كلمة ضخم تقريبا هي أعلى وصف لضخامة الشيء ولحجمه. فبالتالي كل ما جانا على مثل هذه الكلمة، على مثل هذا التقييم. يعني تقريبا الأفتاء التي دخلت من مصر هي أكبر أفتاء عرفتها المنطقة في الشرق الأوسط وأفريقيا في الإغاثة والنجدة.
كذلك وصول أعداد كبيرة من المنطقة الغربية غرب طرابلس، اللحمة الوطنية التي تفوقت وتجاوزت كل الخلافات وتجاوزت كل الأمور السياسية وغير السياسية، وأصبح الليبيين يد واحدة. والآن أنا نتحدث معك وهناك قوات وهناك وحدات عسكرية من الجيش الليبي من المنطقة الغربية الآن تعمل في بحث والإنقاذ في درنا في بقية المناطق. إذن الدعم مطلوب، ولكن التقنيات الحديثة الفرق المدربة اللي وصلت سواء من الجمهورية العربية من الإمارات من تركيا من إسبانيا الآن وصل وفد من الجزائر من تونس، هذه كلها كان لها طيب الأثر في العثور على حتى ناجين. اليوم أخرجنا كثير من العائلات من تحت الأنقاض والحمد لله وضعهم جيدة. هذه نقطة أيضا كنا نتحدث قبل قليل مع المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، جرى العثور على ناجين اليوم برغم مرور هذه الأيام على هذه الكارثة. سعادة اللواء تقول نعم اليوم عثر على ناجين تقريبا 10 في مكان واحد وسيدة أو فتاة في مكان آخر، وقالت بالحرف الواحد أن والدتها معها وأن أمورها إن شاء الله جرت في وضعنا جيد. كذلك مازال البحث جاري، اعتقد ان اصبح فيه الان طموح ان نجد المزيد من الناجين تحت الانقاض. سعاده اللواء، كل المحاذير التي كانت صادره بالامس من مسؤولي القطاع الطبي في ليبيا وفي مدن الشرق كانت تتحدث عن مخاوف من كارثه بيئيه او كارثه صحيه عند انتشار الجثث في الشوارع والطرقات او للمياه التي جرفت حتى رفات بعض الموتى من القبور. هل من دور يمكن للقوات المسلحه في ليبيا ان تلعبه لمحاوله احتواء وتطويق هذه الازمه؟ بالتأكيد القوات المسلحة تعمل على كافة الاتجاهات، يعني وأهم اتجاه تعمل عليه هو الاتجاه تفادي أي ضرر بيئي، لأن هذه منطقة تقع على البحر، منطقة محصورة في ملو بقى تجهيزها أكثر من ذلك. كذلك المنطقة هي تشتهر بشيء وهو مهم جدا، وهي تشتهر بعمليات أنها دائما درجة حرارتها عالية، يعني مثلا تقتل طبعا المناطق الساحلية المغلقة درجة حرارتها أعلى من المناطق الأخرى. بالتالي احنا عملنا على هذا الأمر والحمد لله يعني الأمور لحد الآن تسير بشكل جيد. أخيرا سعادة اللواء، أنت أشرت إلى 80 فردا من القوات المسلحة الليبية فقدوا ما بين ضابط وضابط صف وجندي، هل من إحصاء رقمي أقرب إلى الواقع وفق إحصاءاتكم عن الضحايا الذين فقدوا في ليبيا جراء هذه الكارثة سواء كانوا حالات وفاة أو من المفقودين حتى هذه اللحظة؟ نحن نستطيع أن نبني على آخر إحصائية صدرت بشكل رسمي حتى نكون منصفين وحتى لا نعطي معلومات قد تؤثر بشكل سلبي على المتلقي. الرقم اللي وصل هو أن هناك اليوم الأمس حوالي 5300، اليوم تحدثوا عليه رقم تقريبا وصلوا إلى 7000، وأعتقد أن هذا الرقم وصلوا إليه اليوم 7000. 7000 الرقم الإجمالي وليس رقم اليوم واحد. لا الرقم الإجمالي وليس رقم الرقم الإجمالي وصل إلى 7000. النقطة الأخرى أن البلاغات الرسمية حوالي 10200 أو هكذا، هذه في درنا فقط لغير بقية المناطق يعني المنكوبة. 7000 ضحية فقط رقم يخص مدينة درنا وبعض البلدات المحيطة بها فقط دون باقي مناطق شرق ليبيا. نعم دون بقية المناطق. و10200 بلاغ عن حالات فقد. حالات فقد، وقد هذه الأرقام قابلة للزيادة وقابلة للتغير في لحظة بشكل رهيب جدا، لأن العملية أصبحت سريعة وحقيقة إن شاء الله ربي يعين الكل اللي بينا على تجاوزها، أصبحت سريعة جدا الأرقام تتغير في لحظات. معلش سعادة اللواء، أخيرا مسألة السدود التي انهارت وقيل أنها كانت السبب الأساسي وراء وصول هذه الأرقام إلى معدلات خرافية وغير مسبوقة، هل سيكون لسلاح المهندسين العسكريين في الجيش الليبي أو أنكم ستطلبون يد العون من بعض الدول لمحاولة النظر في فلسفة بناء السدود في هذه المناطق وفي درنا تحديدا؟ والله بالتأكيد هو الآن نحن أنا أتوقع أن تكون هناك تحقيقات، والله أعتقد من المهم جدا أن يكون هناك تحقيقات، ليست من اجل ان نعاقب احد ولكن لكن من اجل معرفه حقيقه الامر حتى نتفادى ذلك في المستقبل. التحقيقات الان مهمه لنعرف من اين مكان الخطا، اين الخطر، من الذي قصر اذا كان في تقصير، ولكن لا اللي اشوفه انا شخصيا انا لا اتهم احد على الاطلاق باعتبار ما حدث مرعب، شيء مرعب حقيقه، شيء لاول مره يحدث، لا يستطيع احد ان يتصور هالكميه وهالقدر الكبير من المياه وهالامطار وهالرياح الصعبه.
يعني امر جلل، وان شاء الله يكون هو اخر الاحزان، وان يكون اخر الازمات باذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك اللواء احمد المسماري الناطق باسم القياده العامه للجيش الليبي.